how are you? I miss you so much. شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وسلامة. رجعنا لكم من جديد حتى نكمل منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي. وصلنا اليونت 6 لسن 3. Now open your book on page 78 and page 79. فتحوا الكتاب على صفحة 78 وصفحة 79. اليوم درسنا هو let's go. let's go لنذهب. تشوفون هنا عندي بالصورة مجموعة من الألعاب، راح نتعرف على هذه الألعاب اللي موجودة في الصورة. now listen أصغي point and say أشر وقل. عندي اللعبة الأولى هي تراك. تراك معناتها شاحنة نقل. تراك شاحنة نقل، تشوفون شكلها؟ هذه اسمها تراك. تراك هنا عندي تراين. تراين هو القطار. تراين قطار. تراين قطار. بلين. بلين. بلين معناتها طائرة. بلين طائرة. موتور بايك. موتور بايك هو الماطور. موتور بايك ماطور. كار. كار سيارة. كار سيارة. باص هو الحافلة. باص حافلة. بوت. بوت هو القارب. بوت القارب. هسه عندي بيج 79 صفحة 79. بهذه الصفحة رجعنا لأصدقائنا اللي هم كيكو. كيكو ميمو اللي الشخصيات اللي أخذناها بداية الكتاب. هسه راح نتعرف على هذه الشخصيات وما هي الوسائل اللي يستخدمونها للذهاب إلى المدرسة. عندنا زينة وسامي ريم حسن. تمام زين. now page 79 صفحة 79. how do you go to school؟ كيف تذهب إلى المدرسة؟ هنا عندي الشخصيات، عندي حسن ريم ميمو سامي زينة كيكو. أوكي عندي حسن say I go to school by car. أنا أذهب إلى المدرسة بواسطة السيارة. أوكي ريم say I go to school by bus. أنا أذهب إلى المدرسة بواسطة الباص. ميمو say I go to school on foot. أنا أذهب إلى المدرسة مشيا على الأقدام. أوكي سامي say I go to school by bike. أنا أذهب إلى المدرسة بواسطة البايسيكل. هو البايك البايسيكل. زينة say I go to school by train. أنا أذهب إلى المدرسة بواسطة القطار. كيكو say I go to school by plane. أنا أذهب إلى المدرسة بواسطة الطائرة. Okay. Now page. فتحوا الكتاب على page 80 صفحة 80 lesson 4 الدرس الرابع. هنا عندي how tall. كم الطول. How tall. كم طول. Listen and say. أصغي وقل.
تشوفون هنا عندي مجموعة من الحيوانات، dog, cats, rabbits, frog, mouse, bee. منطيني هنا تسلسل طول هذه الحيوانات. هنا عندي الخط الأحمر هو طول كل حيوان من هذه الحيوانات. عندي أول شيء عندي الدوغ معناتها كلب، كاتس معناتها قطة، أرنب، رابيت، ضفدع، فروغ، ماوس فأرة، بي نحلة. هسه نشوف أسفل ask and answer، اسأل وأجب. تشوفون هنا حسن يسأل سامي، أوكي تشوفون شلون كابشين كتب. How tall is the rabbit؟ كم طول rabbit معناتها الأرنب، أوكي نشوف نصعد لهذا التسلسل نشوف الأرنب كم طوله، الخط الأحمر هذا اللي تشوفونه 38، تمام it is 38 سنتيمتر، هاي cm يعني سنتيمتر. احنا نرجع نفس السؤال نعيده مجرد نغير اسم الحيوان، اوكي how tall is the dog؟ اجاوب it is 75، اوكي يعني طوله 75. or how tall is the frog؟ كم طول الضفدع؟ it is 38 سنتيمتر. how tall is the bee؟ كم طول النحلة؟ it is 2 سنتيمتر، اوكي إذن السؤال هو how tall is زائد اسم الحيوان والقياسات موجودة اللي عليها خط أحمر، أوكي now page 81 صفحة 81 Mr. Brown's pound برقة Mr. Brown. نجي نتعرف المقصود بهذا الدرس. تشوفون هنا عندي صورة القطة وعندي هنا الأسماك. listen أصغي look and say انظر وقل Mr. Brown has 100 fish. Mr. Brown لديه 100 سمكة in his garden pond في حوض الحديقة، يعني في الحديقة Mr. Brown أكو حوض أسماك. On Sunday في يوم الأحد سوكي، سوكي هي اسم القطة هاي اللي تشوفوها A large black and white cat. سوكي يعني هي قطة بيضاء وسوداء كبيرة، تشوفون لونها هي أبيض وأسود. saw the pond and saw the fish too. إنه هو شاهد ورأى رأى البركة والسمك أيضا. سوكي was hungry. سوكي هي القطة كانت جائعة. first she eats 8 fish. يعني أولا هي تناولت 8 سمكات. أوكي هنا عندي سؤال ليس أني how many fish are in the pond؟ كم عدد الأسماك في البركة؟ زين بما أن سوكي تناولت 8 سمكات هم 100 سمكة، وسوكي تناولت 8 سمكات كم سمكة بقيت؟ هنا عندي مكتوب 92، فقط 92 سمكة، أوكي هذه فقط في يوم الأحد إنه هي تناولت فقط 8 سمكات. On Monday في يوم الاثنين سوكي eats 11 fish، تناولت
11 سمكة. زين، كان عندي شقيت 92. بعد ما تناول السوكي 11 سمكة، كم سمكة بقيت؟ 81، 81. إذن المربع الثاني كتبوا لي 81. On Tuesday، في يوم الثلاثاء، سوكي eat 9 fish. في يوم الثلاثاء سوكي اللي هي القطة تناولت 9 سمكات، هما كانوا 81، 81. بعد ما تناول السوكي 9 سمكات، كم سمكة بقيت؟ 72، يعني 72 سمكة. إذن المربع اللي الثالث كتبوا لي 72. أوكي. On Wednesday، في يوم الأربعاء، سوكي eat 4 fish. في يوم الأربعاء سوكي تناولت 4 سمكات. أوكي، إنه بعد ما كانت 72 سمكة، إيش قصروا بعد ما تناول السوكي 4 سمكات؟ 68. إذن المربع الرابع كتبوا لي 68. أوكي. On Thursday، في يوم الخميس، سوكي eat 15 fish. تناولت سوكي 15 سمكة. إيش قصروا؟ 53. أوكي. On Friday، في يوم الجمعة، سوكي eat 13 fish. تناولت 13 سمكة. كم سمكة بقيت؟ 40. أوكي. On Saturday، سوكي eat 6 fish. في يوم السبت سوكي تناولت 6 سمكات. كم سمكة بقيت؟ 34. أوكي، هي مثابتة عملية حسابية. It's Sunday again. Now Mr. Brown has a big dog. السيد براون لديه كلب كبير. تشوفون هذا الكلب؟ There are still 34 fish in the pond. ولا تزال هناك 34 سمكة في البركة. أوكي، إن شاء الله يكون الدرس واضح. Thank you very much. See you soon.